كشف تقرير بريطاني تفاصيل جديدة بشأن ضحايا تفجيرات فرنسا النووية في مناطق الصحراء الجنوبية بالجزائر. يشير هذا التقرير إلى أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الجزائر بين عامي 1960 وعام 66، حيث تم العديد منها بعد استقلال الجزائر عام 62. ويقول السكان المحليون أن بعض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مواقع الاختبار يعانون من أمراض السرطان والعيوب الخلقية والتي عادة ما يسببها هذا الإشعاع. مطالب جزائرية دعمتها مطالب حقوقية ودولية وكذلك من الداخل الفرنسي، والهدف الرئيس منها هو محاسبة فرنسا على تجاربها النووية في الجزائر. نتابع التفاصيل.